كبير مع فريقه في هذه الليله، ومن سيقع الفارق ويصارع ويجاهد من اجل كتاب التاريخ سوبر جديد. الاهلي يبحث عن لقب، هو اللقب رقم 12، ونادي الزمالك يبحث عن اللقب، هو اللقب رقم 4 في تاريخه. اذن احتكمنا الان ووصلنا الى المحطات الاخيره والى الركلات الترجيحيه من اجل ترجيح كفه فريق اخر. يبدا الاهلي بالتسديد عن طريق علي معلول، يلعب علي اول ركله جزاء. اذا الاهلي هو اللي هيبدا التسديد عن طريق علي معلول، اول ركله جزاء الاهلي علي معلول. لسه مفيش ولا هزه للشباك، علي معلول هيبدا بس الشريط، الاهلي يفتح الشريط. الاهلي باول هدف ولا علي معلول، علي معلول هو جاب الهدف الاول جميل. لازم يسجل الاهلي اول ركله جزاء، اول ركله جزاء للاهلي تسجل هنا في هذا المساء. شوف الولد الصغير والولد الكبير، يعني الكل مستمتع، الكل مستمتع في ركله جزاء حطها في وسط المرمى علي معلول. طار على طول ابو جبل، لكن معلول يسجل اول كوره بالنسبه للنادي الاهلي. شوف الزمالك في اول كوره، مين اللي هيروح على التسديد؟ هل شيكابالا؟ هل احسن لعيبه تسدد؟ هل اللعيبه اللي بدلت الهدف منها هو موضوع ركلات الجزاء ام لا؟ الاهلي يسجل الاولى في المليان، محمود علاء هيسدد اول كوره، محمود علاء ركله جزاء على طول تاني، محمود علاء اول ركله جزاء للزمالك، ركله جزاء الاولى للزمالك، الشناوي محمود علاء، محمود علاء جول جميل جميل، محمود علاء يسجل هدف جميل لصالح الزمالك، وعلي معلول يسجل هدف جميل لصالح لاعب محمود علاء، حط فيها قوة وتوجيه وديماتريس كارتيرو. ضغط رهيب جدا، مجهود كبير جدا، جماهيرية كبيرة جدا لحد الآن، لسه الجمهور مش مؤكدة، هيلعبوا لقاء 24 مع بعض الأهلي في الدوري، لسه لحد الآن الأمور يعني مش واضحة. عمرو السولية الكرة الثانية لصالح الأهلي، السولية السولية جول ثاني لصالح الأهلي، اثنين في يوم الثاني الأهلاوية، اثنين في يوم الثاني. شوفوا جول الزمالكاوي، كل واحد عاوز يروح فرحان، عاوز يروح سعيد، عاوز يستمتع بالوصول لدوري الإمارات هنا وياخد لقب سوبر. الأهلي يبحث عن العلامة رقم 12. يعني سمير عمرو ده واحد من أكثر المدربين على مستوى العالم، واحد من افضل المدربين على مستوى العالم، وصل الى يعني قرابه 40 سنه مع الجهاز الاداري مع المنتخب ومع النادي الاهلي. الان في ركله جزاء للفرجاني الساسي، ركله جزاء الثانيه للزمالك، علي عدي للزمالك عن طريق فرجاني. يا ولد يا ولد يا ولد يا لعيب، يا ولد يا ولد يا مايسترو يا ساسي، فرجاني الساسي. شوف الفرجاني مش عاوزين اللوحه الفنيه الجميله دي، انما النهارده درس كبير، النهارده درس كبير. شو مش متوقع ان الساسي يعمل فيه حركه فيها نوع من الذكاء، يسجل الزمالك هدفه الثاني. اذا سجل الاهلي علي معلول وعمرو السوليه، وللزمالك محمود علاء والفرجاني الساسي. ركله جزاء الثالثه للنادي الاهلي، اصحاب القلوب الضعيفه يسجل الاهلي، هذه ركله جزاء الاهلي لصالح النادي الاهلي. 3-2 للاهلي في ركلات الجزاء، الزمالك هيسدد الركله الثالثه. يعني شوف الشكل وشوف النادي الجميل، اجواء جميله، مباراه تاريخيه جميله جميله جميله. هذا على طول ثاني شريف ركله جزاء شريف، لا اوه اشرف بن شرقي ضيع، والشناوي يتالق، الشناوي يتالق يخلي الاهلي متقدم. اذا يضيع بن شرقي، اوه الزمالك يضيع، وجمهور نادي الزمالك عارف ان لعيب الاهلي عنده تركيز عالي جدا، عارف ان
جرماني حقيقة قال وكمان يضيع ركلة جزاء لنادي الزمالك. الأهلي هو اللي هيشوط الكرة الرابعة دلوقتي، الأهلي سجل ثلاثة في يوم ثلاثة والزمالك ضيع واحدة من ثلاثة. ثلاثة اثنين لصالح الأهلي والأهلي يتقدم بالكرة الرابعة. النادي الأهلي في طريقه محمد هاني، أدي محمد هاني الباك اليمين محمد هاني، محمد هاني وأبو جبل، هاني وعيد وأبو جبل. الجهاز الفني للقلعة الحمراء هذا فرصة ممتازة للزمالك يعلم يعلم قيمة المباراة الوقت متبقي. طارق حامد يا ولد لعيبة طارق حامد جميلة 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 واحدة من أجمل الكلام ده كله بلا داعي بلا داعي بلا داعي. خلي بالك يا طارق يعني تنازل أعصابك بقيت لعيب دولي وادي الكورة على طول تاني وادي طارق حامد هدف جميل جميل ركلة جزاء روعة 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 توجيه وقوة أصبح الآن 3-3 مفيش حد أفضل من الجول الخمسة الكرة الخمسة لصالح الأهلي. الأهلي هو اللي دايما يبدأ بالتسديد هذه يسجل الأهلي كرة غريبة عجيبة غريبة عجيبة. أليو باجي أليو باجي أدي أليو باجي لاعب المدينة على الطرف الثاني أليو باجي حارس أبو جمل إلاريو واحد من الاثنين إلاريو الأهلي من ثلاث حبات صاروا طين الاثنين والمرة إن شاء الله لنادي الزمالك لاعب اللي هيسجل الزمالك خلاص. عبد الله